واسمح لنا يعني قبل ما بنتكلم مع حضرتك في مباراة الجونة والمتبقي الأمطار الأخيرة المتبقية على نهاية هذه النسخة من الدوري العام، رؤيتك ورأيك في الدوري الموسم ده في النسخة الأخيرة، وخصوصا ان هو اكيد مختلف كتير عن اللي سبقه. اكيد طبعا موسم مختلف جدا، انا بعتبره موسم استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي، لانه يعني بيلعب بطولات كل يوم كل يوم بيلعب بطولات، يعني دوري في قريب بعيد، دي يعني نقطه يعني جانبيه قوي. طبعا الدوري بيمثل للنادي الاهلي قيمه كبيره وجماهيره، انما طبعا مع كم البطولات اللي حققها الاهلي في الموسم ده، انه بيخوض على طول في حاله استنفار بطوله بعد بطوله بعد بطوله، دي حاله يعني استثنائيه جدا. وانا بعتبره النهارده، انا كاتب مقال النهارده ان الاهلي بطل برضه، حتى لو ما كانش، لو النقط ما كانتش في رصيده تدي الدرع. ودي مقال سابق اتكلمت فيه على ان الموسم ده الاهلي بيدفع ثمن انجازاته وبطولاته. بالظبط، ده مقال اخر ان الاهلي بيدفع الثمن، لان طبعا بطل دوري، مونديال انديه، بطل كاس، بطل سوبر، بطل النجمتين التاسعه والعاشره، يعني ايه يعني في من اغسطس لاغسطس يعني خمس بطولات، يعني لود جامد قوي على اي فرقه في العالم. يعني النهارده الدوريات الاوروبيه بتستأنف لموسمها الجديد، واحنا في الدوري المصري لسه ما خلصش الدوري بتاعنا. فيعني النهارده الاهلي يجي من دار بيضاء بلقب درع بلقب اللقب العاشر لبطوله افريقيا، وغيره قاعد مستريح وقاعد في اسكندريه ولا في على الساحل الشمالي، مبسوط جدا، بيعمل ريلاكسيشن لنفسه تاني وتجديد حيويه. فالاهلي مضغوط حقيقي فوق الوصف في هذا الموسم. يعني انا عايز اقول جماهير الاهلي ان الاهلي بطل للدوري برضه، حتى لو يعني اللقب راح لمنافس، فالاهلي برضه بطل الدوري. معنويا لازم يكون في هذا التقدير للاعبين وللجهاز الفني ولاداره النادي، اداره النادي لم تتاخر. لا لا ما الكلام ده يعني بجد انا ما اعتقدش يا استاذ سامي ان في حد بيشكك فيه. انت بتتكلم على 42 مره، يعني لو هنتكلم بس على الدوري، يعني مجموع عدد مرة. بجد والله لو حسبتها حضرتك مجموع عدد الانديه المنافسه كلها على بعض لما خدت الدوري احنا الضعف. يعني الاهلي لوحده ضعف عدد كل النوادي الاخرى بمجموعها. يعني